اهلا بكم جميعا. فيديو النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض نشاط او وسيله في المنزل كلها بادوات بسيطه جدا. كل اللي هنحتاجه ازاز ميه، ورق قص ولزق، مقص، قطر، واخيرا مسدس شمع. بس قطعه من الفلين او كرتون. هجيب قطعه من الكرتون وهجيب نشاط زي كده. الصوره دي هحطها لكم في وصف الفيديو تحت. تمام، همسك دي اقصها. سوبر جلو، تمام، او غيره. ظهر عندي بالشكل ده بعد ما لزقته خلاص. بعدين بجيب مسدس الشمع. طبعا انا عامل ده قبل كده، مسكت بعدين بجيب صورة المهنرج، تمام، وبجيب نفس الألوان اللي أنا اشتغلت عليها. هنا مثلا برتقاني، أنا عملت اسطمبة عايز الطفل يشتغل عليها أو يعمل زيها. هنا مثلا هجيب اللون، اول لون هنا عندي البرتقاني، فهمسك الطفل هيمسك غطا الازازة وبعدين يبدأ يركبه بالشكل ده. دلوقتي اشتغلت ان الطفل هيطابق الالوان بنفس الالوان، تمام، وكمان عندي نميت الحركية الصغرى اللي هي المهارات الدقيقة، اللي هو يقدر يفتح غطا ازازة وبعدين يقفلها بنشاط ممتع ومش بيكلف حاجة خالص، وسهل ان انا اطبقه في البيت. ان شاء الله هناخد مع بعض انشطة تانية في لقاءات تانية. مع السلامة.